هتلاقي طول الوقت طول الوقت الاشاعات كتيره جدا، لدرجه انه في واحد مثلا تقمص شخصيه انه مسؤول في منظمه الصحه العالميه وعمل تسجيل وبرضه بيوزعه وبيقول للناس كلام كويس. يعني سمعونا كده الراجل ده اللي هو الرساله بتاعت مجلس الوزراء ده. السلام عليكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ استاذنكم عايز ابلغ رساله من واقع يعني مكان شغلي ومن واقع مسؤوليتي. بعد اذن حضراتكم الفتره اللي جايه دي والكلام دون يعني على مسؤوليتي الشخصيه، محدش يطلع بره البيت يا جماعه، احنا داخلين في الحيطه بوشنا. يعني انت مراكب عربيه ومسقط الغيار السادس وداخل في الحيطه بوشك. بعد اذنكم يا جماعه محدش يطلع البيت تحت اي ظرف. مستوى العدوى يا جماعه اللي هو في خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول يعني بينذر بمصيبه سوداء. احنا هنعدي ايطاليا بمراحل يا جماعه، احنا 100 مليون واحد. بعد اذن حضراتكم لو كل واحد يعني لم نفسه ولم بيته واسرته وقعد جوه بيته الفتره اللي جايه دي، ان شاء الله باذن الله الموضوع هيعدي. بس اللي انا شايفه ان في، وسامحوني في اللفظ، في حاله تخلف ولا مبالاه موجوده. الدنيا يعني احنا داخلين بجد في مصيبه سودة، على كارثه سودة. بعد اذن حضراتكم لو سمحتوا الفتره اللي جايه دي ما تستهونوش، الموضوع دخل في الخطر، الموضوع دخل في مرحله خطره جدا جدا جدا. مش احنا بالمنظر ده على اخر الاسبوع اللي جاي لا حظر تجوال هينفع معانا ولا يعني حجر صحي هيفيد ولا اي حاجه هتاثر. بعد اذن حضراتكم الفتره اللي جايه دي خلال الاسبوعين الجايين دول اقعد جوه بيتك، ما تطلعش بره بيتك لاي ظرف ايا كان الا في حاله الضروره القصوى او حاله ايرجنت اللي هو ما ينفعش ما تطلعش. غير كده لو سمحتوا لو سمحتوا ما حدش يطلع بره البيت نهائي. ارجوكوا يعني يا ريت تبلغوا الرساله دي لكل الناس. احنا يعني لو الاسبوع اللي جاي ده ما عداش على خير، الاسبوع الجاي دون اللي هو ابتداء من يوم السبت لغايه يوم الخميس ما عداش على خير، فعلا هنوصل لمرحله ان احنا هننقي مين هيموت ومين هيعيش، بالذات يعني في المناطق اللي فيها كثافه سكان عاليه. هو 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 ظاهر الرساله الصوتيه اللي الاخ اللي بيقول ان هو من منظمه الصحه العالميه ظاهرها ممكن يبقى مفهوم منه انه بيحذر الناس وبيقول نفس الكلام اللي الاعلام بيقوله، بس في يعني ورا الكلام ورا السطور محاوله للتخويف الزياده والتيئيس الزياده. خلي بالكوا لان انت ممكن توصل الى مرحله من الياس ان الناس بيقول لك ايه على يعني على طريقه المرحوم عبد الحليم حافظ كده اللي هي وطريقك مسدود المسدود المسدود، فخلاص طالما مسدود ادخل في الحيط. فهو هنا ده في تيئيس، ولذلك منظمه الصحه العالميه نافت على طول قالوا انه تم تداول اليوم رساله صوتيه عن شخص يدعي انتمائه او يدعى انتمائه وتكليفه من منظمة الصحة العالمية بمتابعة الإجراءات والأوبئة في مصر، وهذا الكلام عاري من الصحة وبيانات المنظمة دائما تخرج من المنصات الرسمية لها والتي يتم تحديثها بشكل رسمي. نفس الكلام طلع من المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، قال يا جماعة أنه هذا الشخص لا ينتمي إلى منظمة الصحة العالمية ومحدش كلفه بحاجة ولا حد عايز منه حاجة. هنا طول الوقت الناس بتقولك إيه منصات المعلومات، ايه منصات المعلومات سواء في وزارة الصحة او منظمة الصحة العالمية. الرسائل الصوتية دي بيبقى ليها اهداف اخرى. طيب برضو في حاجة رسالة بتتبعت للناس، رسالة غامضة جدا عن على لسان وزارة الداخلية. يعني ممكن تلاقي الرسالة دي جاية لك على الواتس مثلا او مبعوتة لك على الفيس اهي، اللي هو يقول لك ايه قرار وزارة الداخلية يوم غد يبدأ العمل بنظام الاتصالات الجديد اللي هو ايه بقى؟ المكالمة مسجلة، محادثات الموبايل محفوظة، الواتساب مراقب، تويتر مراقب، الفيسبوك مراقب، وجميع التطبيقات المرتبطة بالتواصل الاجتماعي فرقمك مراقب، ارسلوها ففي من لا يعرف ذلك فجوالك مربوط بالسجل المدني والبصمة، انتبهوا رجاء عدم ارسال اي رسائل ليس لها داعي والله الموفق، فقد تم اقرار قانون الجرائم الالكترونية. كويس؟ طبعا جوالك دي تقول لك ان الرساله دي من بره مصر مش ما تخصناش، وممكن تكون مش صحيحه، بس على العموم لما رجعنا المسؤولين في وزاره الداخليه قالوا لهم يا جماعه ايه ده؟ الرساله القرار ده بتاعكم بتبعتوه للناس، قال لك ولا نعرف عنه حاجه، فده برضو من الحاجات اللي هي ايه؟ بتروش الناس، ما هو الناس دلوقتي
قاعده في البيوت، اما قاعده على الفيسبوك، قاعده على الواتساب، قاعده تلاقي الناس بتهزر، تلاقي الناس بتعمل مكالمات خاصه، تلاقي حاجات كتير يعني زي كل الناس يعني، ما فيش حد، فيش حاجه جديده. فيقوم ايه خبر زي ده يعمل وغوشه، يقلق الناس. لانه عايز اقول لحضراتكم حاجه، حتى لو الواحد ما بيعملش حاجه تؤخذ عليه، هو بيبقى مضطرب لما يحس ان حد براقبه مثلا يعني. فبرضه هذه الرساله اللي ممكن تكون وصلت لبعض حضراتكم غير صحيحه وعلى مسؤوليه وزاره الاوقاف. طيب هناكد قبل ما وزاره الداخليه، لان احنا داخلين على اوقاف الوقت، فبناكد بس انه يا جماعه ما تصدقوش مثل هذا الكلام في منصات رسميه. وقبل ما نقفل ده نؤكد على ضروره ان الناس تدعم الدوله في معركتها.